من استوديوهات التلفزيون العربي 2 في لوسيل، مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم صباح النور. سعداء أن نكون اليوم موجودين الزميلة العزيزة سارة وأنا في حلقة جديدة. صباح النور أمين. صباح النور مشاهدينا. إذن اليوم صباح الاثنين العاشر من يونيو نرافقكم بساعتين من الوقت. فما هي مواضيع حلقتنا لليوم؟ سرطان الثدي، أهمية الكشف المبكر وأحدث العلاجات، وأيضا لدينا سؤال مهم جدا طرحناه وفي انتظار إجاباتكم أيضا خلال الحلقة لنجيب: كيف نتخلص من الشعور بالندم بسبب أخطاء الماضي؟ يا ساتر يا ساتر. كيفية اختيار المكياج المناسب لشكل العين أيضا ضمن حلقتنا لليوم، ومتاحف مشيرب في قلب الدوحة، سرد ورث قطر الحضاري. أما في الرياضة فلدينا تمارين لتقوية عضلات الفخذين. هذا والمزيد في حلقة اليوم مشاهدينا، يلا لنبدأ. تحياتنا إذن إلى كل مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من صباح النور. صحيح أنه حلقة جديدة من برنامجنا المتواصل اللي عنده مدة، ولكن اليوم فما حاجة أجد. نحن موجودين معكم على الهواء وموجودين أيضا على التيك توك مباشرة. إذا عندكم أسئلة وعنا سؤال مهم في حلقة اليوم نذكركم به، اللي هو باش يكون موضوع باش نطرحوه، وهو: هل لو بإمكانكم العودة بالزمن ربما، وهل هنالك بعض الأخطاء اللي ربما نندم عليها؟ المهم نحن السؤال اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي: لو بإمكانكم العودة للزمن ماذا تغيرون في حياتكم؟ وأيضا سنتحدث إن كان هنالك شعور بالندم عن أخطاء الماضي. يا سارة يا ساتر للمرة الثانية. للمرة الثانية. إذن مشاهدينا صباح النور حلقتنا لليوم بدأت نحن الآن على الهواء مباشرة على التلفاز، على صفحتنا الرسمية صفحة العرب 2 على فيسبوك وعلى تيك توك، هي الإضافة اللي لحلقة اليوم. مرحبا بكل متابعي الفيسبوك والموجودين معنا الآن على اللايف. أخبرونا بدوركم، احنا اليوم حنطلع معكم لوقت قصير فقط، هو بث تجريبي، ولكن أخبرونا إذا كانت لديكم أخطاء من الماضي ترغبون في نسيانها أو نسيانها أو التخلص عنها أو تكفير عنها. صحيح. أو غيره. المهم عدد آخر أيضا من المواضيع اللي باش تكون مطروحة اليوم واللي باش نتحدثوا عليها بشكل كبير، برشا مواضيع. هذه تجربة الأولى معاكم، بطبيعة الحال تكملوا تابعونا على طبعا التلفزيون العربي مباشرة، إن كان على تطبيقاتنا العربي بلاس، إن كان أيضا على الموقع الخاص بالعربي 2، إن كان على الفيسبوك تلقاونا أيضا موجودين. فهذه تجربتنا على التيك توك بالنسبة للناس اللي تشوف فينا تو، ونحن في انتظار أسئلتكم وتفاعلكم معنا، وشكرا لكم. إن شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن. خلينا نتعرف على أطباقنا لليوم. شفنا لليوم معنا في الحلقة هو شيف طارق. صحيح. صباح النور سارة. صباح النور شيف طارق. عمل لك طبق أنت ما تحبوش. هدية من لا سامك سلم، أنا هو تشلت الرأس وشلت الكلام ده كله خلاص. أخبرنا عن نوع السمك الموجود، لأنه متابعينا على تيك توك ما حيكونوا سامعين، فأنا حخبرهم ما ستخبرنا به. خلاص عندنا النهاردة إن شاء الله رز بالأناناس، نحشي الأناناس على رز بالجمبري بسي فود، ونعمل طاجن سلمون بالكريمة والفلفل والخضار في الفرن. أيوه طبق تروبيكال. أيوه خلاص بلشت الصيفية والأجواء. لازم نخش بالحاجات تروبيكال اليوم، يعني أناناس في وسط رز وسي فود أسياوي. يعطيك الصحة يا شيف. إذا تنلقاوك العادة في وقفتين معنا من مطبخ صباح النور، والآن مباشرة إلى أحوال الطقس. ما هي درجة الحرارة في العواصم العربية لليوم؟ نتابعها ونعود.
الآن موعدنا مع أخبار وسائل التواصل الاجتماعي. مشاهدينا طبعا سنبدأها من صورة، هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله مبروك عليكم الكل وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. دعوات لمقاطعة المشروبات الغازية المساندة للكيان الصهيوني، هذا تعرفوه، ورجعت دعوات المقاطعة من جديد، ورجعت الناس تجدد الدعوات بشكل كبير، وشفنا دعوات عديدة وعديدة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات معروفة بدعمها للكيان الصهيوني. هذا الكل طبعا بسبب وأنه نعرف العدوان المزال واقع إلى حد هذه اللحظة، وطبعا عدد كبير من الشهداء والجرحى الفلسطينيين والغزاويين بسبب ما تقوم به طبعا ماكينة الاحتلال الإسرائيلي بقتل وبطبعا الدمار الكبير اللي تسبب فيه في قطاع غزة وفي كل الداخل الفلسطيني. دعوات المقاطعة بدأت منذ 7 من أكتوبر إلى حدود هذه اللحظة، زادت أكثر فأكثر طبعا بسبب أنه هذه الشركات في كل مرة تؤكد أنه هي داعمة للكيان الصهيوني. وموضوع آخر خلى الموضوع هذا يزيد أكثر، برشا منكم البارح سألوا السؤال علاش رجعت دعوات المقاطعة من جديد، وعلاش من جديد الناس تؤكد على هالمقاطعة ويجب أن نقاطع، كله بسبب هذه الصور. السيدة هذه هي واحدة من الأسرى اللي تحرروا طبعا بعد ما سبوا كارثة الجيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل عدد كبير من الناس واستشهاد أكثر من 200 شخص بعد ما قاموا به طبعا هذه المجزرة اللي كانت موجودة في مخيم انصيرات، وشفنا عدد كبير من الشهداء كما قلنا إلى وصل إلى أكثر من 210 وإصابة أكثر من 400 آخرين. تم تحرير 4 أسرى، منهم هالأسيرة هذه، لا علينا في اسمها ولا علينا في من هي. الأسيرة هذه في أول صورة لها خرجت لنا مع مشروبات الغازية المشهورة طبعا الكلكم تعرفوها الشركة هذه، وهالصورة هذه اتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي والجميع شاركها مع هذا الكلام تحديدا. حرصت الشركة على أن تكون أول صورة للأسيرة المحررة، وكلف تحرير هذه الأسيرة 200 شهيد فلسطين أو أكثر. وعندما دعوا الناس أو التجار لمقاطعة هذا المنتج يغزروا لك بنظرات استهزاء وتكبر. الجملة هي بيدها كوبي بيست في كل الصفحات في كل الحسابات عند الجميع. رجعت دعوات المقاطعة بقوة كبيرة جدا البارح على إكس، فيسبوك، إنستغرام، على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في الشارع الناس رجعت تحكي بشكل كبير، خاصة وأنه نحن على أبواب عيد مبارك، ونعرف أنه في عيد الأضحى عادة ما تكثر هذه المشروبات نظرا إلى أنه هنالك أجواء عائلية كبيرة وجمعات كبيرة في الغداء وفي العشاء. فترجع الناس تذكر من جديد ما تشريوش هالمنتجات، ما تدعموش هالكيان، ما تساهموش في اللي قاعد أصلا يتبرع بهذه الأموال إلى جيش احتلال يقتل عدد كبير من الفلسطينيين يوميا. صورة ما نحكي لكمش قديش موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي والجميع يتحدث عنها. هيدخل نقرأ هالتغريدة هذه لسيف الدين الجلاسي واللي فيها الحكاية فيها عبرة. يقول اللي الحكاية متاع هالشركة هذه لازمها تتجاوز لغة المقاطعة في مفهومها البسيط واليومي اللي نحكيه فيها. علاش؟ لأنه مثلا يقول لك في علاقة بالمقاطعة وصلنا نقوله وأنه يا أخويا ويا أختي أمورك، إذا أنت يعني أنه أنت حر أنه تقاطع أو ما تقاطعش، ولكن على الأقل ذرة إنسانية وإحساس بالكرامة على دماء الأبرياء قد يعني مثالش لو نخدموا على الجيل القادم، وأنه ما يخوش الفكرة فقط كمقاطعة ولكن يا أخوة كاستغناء أساسا عن هذه المنتجات. تغريدته طويلة سيف، مش نقرأها الكل، ولكن إيش يقول؟ يعني يقول مثلا على خاطر كيف يسيل دماء أكثر من 200 طفل من أجل تحرير 4 أسرى، وتشوف هذه الفيديوهات بعينيك، وبعد كل بكل بساطة تشرب واحدة من هالمشروبات هذه الغازية وما راجعتش فيها روحك، ما نتصورش عندك قدر حتى بينك وبين روحك. كلامه قوي برشا سيف، ويقول ما تنجم تكون كان مطبع، ومش حتى مطبع خبيث أو مؤثر أو جاسوس، أنت مطبع بقرونك يعني، وأنه مطبع معنى. فعلى كل العدد من الناس أنه كما قلنا تناولوا هالموضوع هذا وتجادلوا فيه بشكل كبير، والناس رجعت من جديد إلى دعوات المقاطعة. فطبعا نتمنى وأنه تفيق أكثر الناس على هذه المنتجات. ربما بعض فينا يقول هو منتج شنية مشكلته معنى أنه ما هو التأثير، ولكن التأثير وقت اللي يكون من خلال عدة أشخاص نصل إلى تأثير خطير جدا، علما وأنه هذه المنتجات تؤكد في كل مرة دعمها للكيان الصهيوني وجيش الاحتلال.
نمشي إلى خبر ثاني لين بعيدا عن المقاطعة، خبر في علاقة بفرنسا. شو صار في فرنسا البارح؟ وشنية هالجدل الكبير؟ ماذا حصل في فرنسا البارح بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية؟ نعرف أنه حدثت انتخابات برلمانية أوروبية، ونعرف أنه اليمين في أوروبا حقق أرقام قياسية تقريبا في كل الدول الأوروبية. وجود اليمين كان كبير، وطبعا حصل على أكبر عدد من المقاعد في سابقة تاريخية طبعا تكون حدثت في أوروبا بشكل عام. ولكن الموضوع موقفش حد أوروبا كهو، هو نعرف أنه فما انتخابات أوروبية برلمانية، ونعرف أنه هو الموضوع الترند. وحتى كي تدخل على إيكس أو على كل وسائل التواصل الاجتماعي تلقاو الإليكسيون أوروبيين أو يوروبيين إليكشن هي أكثر حاجة طبعا موجودة كترند. ولكن في فرنسا الموضوع تجاوز هذا، في فرنسا الموضوع أصبح زلزال سياسي، لأنه البارح إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي يقرر وأنه يحل البرلمان بعد نتائج الانتخابات البرلمانية اللي صارت. مانيش نرجع للموضوع سياسيا وما حصل، عنده عدة تحاليل بطبيعة الحال، وأكيد أنه الموضوع تفهموه لو لمتابعتكم الأخبار السياسية. ولكن الناس تفاعلت مع الموضوع بطريقة طريفة على فكرة، فما اللي تفاعل بطريقة طريفة فما اللي ليه. نحب هكا ناخذ بعض التعليقات كيف تفاعل العرب مع ما حصل في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام. علي عبود: اكتساح هائل لليمين الفرنسي المتطرف لنتائج البرلمان وحصول حزب الجبهة الوطنية على 30 مقعد بفارق زيادة 16 مقعد على الانتخابات السابقة، يضاف لها 5 مقاعد لحزب الاسترداد. حركة فرنسا طبعا اللي رفعوا العلم حصلت فقط على 10 مقاعد بزيادة 4، وحزب النهضة أو البعث حب يترجمه هو بطريقته يقول لصاحبه ماكرون حصل على 14 مقعد بخسارة 9 مقاعد. والنتائج هذه دفعت ماكرون لإعلان حل البرلمان الفرنسي وإجراء انتخابات مبكرة. البارح الناس سألت علاش الانتخابات مباشرة 30 يونيو، يعني 30 الشهر ذي، فقط 3 أسابيع قبل إعادة هالانتخابات من جديد، نظرا لأن فرنسا فيها الألعاب الأولمبية فيفضلوا أن يكون الموضوع سريع. نرجع بسرعة إلى التعليقات اللي قلت لكم عليهم. وسيم: كان الخبر الانتخابات الأوروبية، أصبح فرنسا في خضم الانتخابات الأوروبية. رشدي: نعبر عن قلقنا ونطالب من فرنسا التريث والرجوع إلى الشرعية واحترام الصندوق، لأنه دائما ما هذا ما يقولوه الأوروبيين بعد ما تحصل بعض الأمور في طبعا دولنا العربية. تفاعل كبير حول ما حصل في فرنسا من قبل كل العرب، التفاعل فيه نوعا ما من المفكاهة، وأيضا فيه نقل الأحداث للجميع لمن يتابع هذا الموضوع. لنرى كيف سيكون الموضوع في الأيام القادمة، خاصة بعد عودة اليمين. يعني الخبر الأول يمكن اللي حابة أعلق عليه المقاطع. أكثر من المقاطعة، فعليا الصورة كانت مستفزة للجميع جداً. يعني خاصة أنه إحنا بنعرف ثمن هذه الصورة كان قدي غالي وما زال يطرح حتى الآن. صحيح. والدمار اللي والواحد فعلا أوقات بيستغرب، هو فعلا خيار المقاطعة هو خيار شخصي تماما، ممكن بنفس البيت يكون واحد مقاطع واحد لا، ولكن صحيح. نستغرب في اللي لسه قادر. ما هذيك المشكلة هي نحن مازلنا مستغربين في اللي مازال أنه مصر على أنه حكاية فارغة يقول. إلى عناوين الصحف. إلى عناوين الصحف مشاهدينا لنتابع ما هي عناوين أبرز صحفنا العربية في مونشيت. في الدوحة مشاهدينا مع تقريرنا الأول، حيث تم الإعلان عن جائزة قطر للسياحة في نسختها الثانية من تنظيم قطر للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة. التفاصيل في هذا التقرير.
طبعا الجائزة من أهم أهدافها هي إبراز تميز الخدمة في الجوانب السياحية المختلفة. لهذا السبب هي مهمة لجميع الشركاء والعاملين في القطاع السياحي، بحيث أن كل مشارك في هذه الجائزة يميز أو يبين تميز خدمته في هذا المجال وما هو المقدم للزائر. معايير التقييم بتكون هذه السنة مختلفة وتركز أكثر على تميز الخدمة، بحيث أن احنا نبرز أفضل مقدمين الخدمات في هذا القطاع. The partnership between UN Tourism, who is the leading agency of tourism within the United Nations family, and Qatar, who's one of the key actors and pioneers in the development of the tourism sector at the international level, is a natural partnership. For us, when we organized the first edition last year, it was a major one that we had thought about for a long time. And now with the second edition, we have refined the number of categories, 7 key categories. So for us, this partnership is key, because in terms of sustainable tourism and also the development of these awards, we want to create an alumni network. شكرا سنتي على التقرير. مهم جدا سارة ما تقوم به قطر طبعا في رؤيتها على العمل على السياحة والاستثمار في السياحة خاصة، وأنه اليوم نعرف أن قطر من بعد كأس العالم عدد السياح هو في يعني نسب مرتفعة بشكل خيالي. صحيح. قطر ما عادش الدولة اللي يهجروا لها الناس للعمل، قطر أصبحت وجهة سياحية يجيوا عدد كبير من الأشخاص، وهذا النوع من المهرجانات والجوائز التي تقدم بتخلق نوع من المنافسة في صحيح. سوق العمل وتقديم الخدمات، خاصة خدمات السياحة والضيافة وغيرها المرتبطة بهذا المجال، وبالتأكيد كله بيصب في مصلحة صحيح. تنشيط المجال السياحي أكثر وأكثر. واليوم لدينا فقرة مخصصة أيضا حنتحدث اليوم عن المشاريع صح كمان كجزء منها، ولكن أصبح هناك العديد من الوجهات السياحية. الآن فصل الصيف جاي، أنا حكون هنا وانا هون او انا وانت وإيه. صح صيفنا حمد. سيكون في الدوحه، فسيكون لدينا هذه السياحه الصيفيه في الدوحه صحيح. وممكن نخبر مشاهدينا لنكتشف. اذا شكرا على لسنتي على هالتقرير. حبيت اقول كلمه على سنتيا، تعرف انه سكورسيزي البيطار ما عادش اسمها سنتيا البيطار من بعد ما اصبحت كل يوم تعيط علينا ماذا فعلت تعيط علينا في صح. في كلوارات التلفزيون فما صحيح. عمر. على كل فاصل مشاهدينا ونعود مع موضوع مهم جدا في الصحة. لليوم سنتحدث عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر وأحدث العلاجات مع زميلة سارة بعد وضيف. شكرا. وصلنا إلى موعدنا الآن مع الرياضة مشاهدينا، واليوم تمارين رياضية لتقوية عضلات الفخذين مع المدربة الرياضية فرح بكار. صباح الخير يا صباح النور أمين، كيف الحال كوتش؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم تمارين خاصة بتقوية الفخذين، مهم جدا. كل عضلاتنا مهمة الحمد لله لازم ما ننسى إنه كل عضلات مهمة صحيح، بس نحن اليوم رح نشتغل أكثر على عضلات الفخذ الداخلي والفخذ الخارجي كلها مهمة. خليني نخدم خير أنت حبيبتي تفضل فرح. شكرا شكرا أمين، يسعد صباحكم مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم وكلكم نشاط وحيوية. شو رح نختار اليوم؟ شو رح تختاروا معي؟ شو رح تحطوا؟ إذا ما كان عندكم هيدي الكرة المطاطية فيكم تجيبوا أي وسادة عندكم موجودة بالبيت صغير فيكم تستعملوها، أو حتى منشفي تلفوها وتطووها كرمال تستعملوها، بس كرمال نضغط على الفخذين الداخلي بدكم تجيبوا لي حبل مقاوم ومسكر بهذه الطريقة. إذا ما كانوا موجودين عندكم فيكم تعملوا التمارين بوزن الجسم بدون هيدول، وكمان فيكم تجيبوا لي اي وزن موجود عندكم، معكم اي وزن، معكم دامبل، فيكم تجيبوا شنطه صغيره تعبوها عبوات مي او اي شيء موجود عندكم تحطوا بس شويه مقاومه. رح نبتدي مع بعض، رح نعمل تمارين احماء على ما نفتح شوي اجرين من اوسع شوي من عرض الحوض وننزل ونطلع، اوكي؟ على ما هيك نطلع وننزل، ننحمي
العضلات قبل ما نحمل الأوزان أو قبل ما نبتدي بحركات شوي صعبة. اليوم حتكون شوي صعبة الحركات لأنه لازم نقوي ونشد عضلات الفخذين خاصة الداخلية، هيدي كثير مشكلة بيعانوا منها السيدات والنساء لأنه بتكون في عنا ترهلات داخل الفخذ الداخلي. رح نعمل برمة كاملة بالركبة على برا، شايفين؟ مرة يمين مرة شمال على برا عشان أفتح الحوض قد ما فيه. مرن مدى حركة كامل، أعطوني بعد اثنين، أعطوني بعد واحدة، بعدين رح نشد الرجل لقدام ونمسكها بإيد عكس، لفه بهذا الشكل. فيكم تحطوا إيديكم هون على جنب كرمال نلف بالخصر كمان وسلسلة الظهر، نحمي الجزء العلوي. لازم كل جسمنا يكون جاهز قبل التمرين حتى لو كنا بس منشغل الرجلين. بعد هون افتحوا الرجلين وعملوا التويست أو لفوا يمين شمال، هنا بالخصر فينا نطلع لفوق كمان بالإيد على برا، وكمان برمي بالأكتاف بهذا الشكل. أوكي، هلا قبل ما ناخد الوزن بديكم تفتحوا رجل أوسع من اللي بلشنا فيه ونضل هون بالنص وننزل بهذا الشكل. واحد اثنين ثلاثة، كمان هيدا تمارين إحماء. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، خلي الوزن على الكعب، ركب مفتوحة على برا، الظهر جالس، باخد نفس عميق، نظهر نفس بعد مرة، نفس عميق، حطوني بعد مرة. وبعدين رح نحمل أول شيء الأوزان، رح أخذ الوزن الموجود عندنا، محتاجين دمبل واحد موجود عندكم أو مثل ما قلنا جالون مي. افتحوا الرجل واسع طبعا لما نكون نشغل عضلات الفخذ الداخلي، ما بنعمل سكوات العادي، بنحاول نعمل السومو سكوات اللي هو سكوات واسع، الأصابع ما بتكون كثير على برا، شوي حرف في فينا نقول أو سبعة بالعربي. بنزل شوي شوي، أنا بفتح ركب على برا وبطلع. انتبهوا ما تركزوا على الوزن، يعني ما تركزوا أني لازم ننزل الوزن على الأرض وننزل بالظهر، لا، بدنا نفتح ركب على برا وننزل بالحوض على تحت هذا الشكل. اثنين، طلع النفس فوق. ثلاثة، رح أعمله معكم عشر مرات، أربعة بس كمان أقدر أعطيكم كل التمارين بس أنت بتعيده. خمسة ستة سبعة، الوزن على الكعب، الكعب عم يفتحوا على برا. ثمانية، حاولوا ما كتير تستخدموا الظهر. تسعة عشرة، حنضل هون بالنص، افتحوا الركب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لازم تكونوا بلشوا حسوا بالحريق بالفخذ كامل والفخذ الداخلي. هلا من هيدا التمرين رح ياخذوا الوزن حطوه على الكتف إذا بدكم، أو إذا بيزعجكم خلوه تحت، أنا بفضل على الكتف. رح ناخذ الرجل وحدة منهم رح تروح كروس على ورا لانج، بعدين رح نروح على جنب. لما بتطلعوا الرجل على جنب ما بدكم تميلوا معه، لا، بدكم تكونوا ثابتين، ترفعوا بس الرجل. أوكي، لما بنروح كروس على ورا بنكون عم نشغل عضلات الفخذ الداخلي، لما بنطلع على جنب عضلات الفخذ الخارجي. أربعة على ما هل شايفين، خمسة ستة، حاولوا تثبتوا تكنيك صحيح. سبعة، ما بنتمرجح، تأني على الركبة. ثمانية، اثنين بعد كرمال نبدل. تسعة، اثنين بعد وحدة. عشرة، بنبدل تاني ميل، حطها هون أو فيك تخلوها تحت على مهل كروس ومنثبت لما بدي ارفع رجل على جنب. اثنين، شوي شوي على ركبي واطلع. ثلاثة، أربعة، خمسة، كل ما تقل الوزن أكيد منصير أبطأ. ستة، سبعة، ثمانية، اثنين بعد مع بعض. تسعة، وهيدي عشرة. أكيد إذا بدكم تحرقوا دهون أكتر زيدوا العدد بعد كمان، نعمله 15 كل رجل مش 10. هلأ بدي منكم تاخدوا حبل مقاومة ونحطه فوق ركبي بهذا الشكل. رح ناخد وضعية ديدليفت أي
راح نكسر الحوض على ورا شوي، الظهر يكون جالس، وراح امشي خطوات جانبيه بهذا الشكل. اهم شيء لما بتاخذوا هيدي الخطوه ما تفتحوا من الرجل تحت اكثر من الركبه. الهدف هون نعمل تباعد بين الركب ابدكشن عشان نشغل عضلات الفخذ الخارجي بهذا الشكل، والحوض لازم يكون مائل او رايح لورا، وضعيه هنج بسموها او وضعيه الددلف. هيدا التمرين اكيد مش 10 تكرارات او 20، هذا التمرين فيكم تروحوا فيه 30 خطوه الى 50 خطوه، يعني مثل ما انكم شايفين كيف بعد. 1 2 دائما بتاكد الحوض لورا الظهر جالس، 3 هيك لحتى خلص على الاقل بين 30 الى 50 تكرار. بعدين رح نام على ظهري، خلوه فوق الركبه، رح نام على الظهر، قربوا رجلين قد ما فيكم، خلوا الركب متباعدين، اوكي، ونطلع بالحوض على برا. لما بدي اطلع لفوق رح افتح وارجع انزل، فوق نفتح نرجع ننزل، وكنا عم نشغل عضلات الارداف الفخذ الخارجيه وعضلات الرجل الخلفيه، يعني تقريبا كل الفخذ. افتحوا شد عضلات الارداف لما بتطلع لفوق، ثبتوا، نفتح نعمل مع بعض مرتين، ونبعد بعد اخر مره. هلا بدك تشيلوا حبل المقاومه وتاخذوا المنشفي الوسادي او الكوره المطاطية اذا عندكم اياها، تحطوها بين الركب لانه شغل فخذ داخلي مع نفس التمرين، اوكي. نيموا على ظهركم، قربوا الاجرين ما فيكم، سكروا من تحت على بعض، شدوا عضلات البطن، ولما بترفعوا الحوض بدكم تشدوا بالركب على جوا على بعض، اوكي. يلا طلع النفس بشد وبرجع بالذات. 3 4 5 6 لازم تكونوا عم تحسوا بكل الرجل. 7 8 مع النفس بنشد فوق. 9 هلا بديكم تثبتوا هون ضغط البطن، اوكي، وخلينا نعمل بس نضغط على الركب جوا جوا على الكوره. 5 6 7 8 9 10 هلا رح نشيل هيدي عن جديد، رح نطلع على جنب باخر تمرين. ناموا على جنبكم، حطوا الراس هون، ريحوا، رح نطلع اجرين ممدودين. 1 2 نرجع منزل، هيك بنكون عم نشغل عضلات الفخذ الخارجية بالرجل اللي عم تطلع لفوق، اهم شيء ما تميله، ولما بتطلع الرجل الثاني بنكون عم نشغل عضلات الفخذ الداخلية. هيدا التمرين لا تعملوا اقل من 15 تكرار، يعني لازم 15 20 ويكونوا هيك على مهل عشان تحسوا فيه. اكيد اذا بدكم اياه يكون اقوى ويكون فعال اكثر فيكم تضيفوا اوزان او ستاند باكس، الاوزان اللي بتنحط بالكاحل تحت. لبعدين خلصوا هدول التمارين كلهم، ريحوا دقيقه او دقيقتين، اشربوا مي، واكيد لازم تكرروهم مرتين او ثلاثه. حقك، يعطيك الصحه، شكرا لك فرح على هالتمارين، وشكرا طبعا مشاهدينا مباشره الى زميلتي ساره وموضوع الطب لليوم اللي مهم جدا 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 خاصه بكل السيدات. اليك يا ساره. شكرا جزيلا لك امين، شكرا فرح ايضا. بالفعل مشاهدينا الموضوع جدا مهم، فبعد ان قامت بعض الدول الاوروبيه بحظر التصوير الاشعاعي للثدي او ما يعرف بفحص الماموجرام، اثار الموضوع جدلا كبيرا ومخاوف لدى الكثيرين. فما هي أسباب هذا الحظر وأبرز المعلومات حول الماموجرام وجديد علاجات سرطان الثدي؟ الإجابة تأتينا مع ضيفتنا دكتور ارتفاع الشمري الاستشارية في جراحة الأورام وسفيرة الفخرية لجمعية القطرية للسرطان. صباح النور دكتور. صباح النور سارة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا لحضورك معنا. فعلا الموضوع جدا مهم، خاصة دول أوروبية تحظر استخدام الماموجرام، ما هو الموضوع؟ أول شيء شكرا لاهتمامكم يعني واستضافتكم اليوم سارة على هالموضوع، لأنه فعلا مهم أن احنا دورنا ودوركم أن احنا ننشر الوعي ونبين أغلوطة المعلومات المغلوطة ونبين شنو الإشاعات اللي تنتشر والوعي، وهاي دورنا أن احنا كمكلفين للوعي الطبي. بالنسبة نبي نرجع للدراسة، موضوع الدراسة اللي انتشرت، هاي الدراسة للأمانة هي دراسة أصلا منتشرة من 2014، يعني نتكلم عن دراسة انتشرت من مي تقريبا من قبل 10 سنين، لكن للأسف
تتم بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع السوشيال ميديا وبعض الناس الغير مختصين بتداول هاي المعلومات على السوشيال ميديا، وهاي اللي يوصل للعالم والمجتمع. دائما أغلبية الناس تستسلم، المعلومة أصلا غير صحيحة، هي قديمة جدا تم إعادة تداولها. وهاي الدراسة يعني أثبتت ونفيت عندما انتشرت، نفيت بمعلومات صحيحة ومن مجموعات طبية كبيرة بالعالم، وهي نشرت عن طريق المجلس الطبي السويسري. إلى الآن المجلس الطبي السويسري إلى آخر تحديث له، المجلس الطبي السويسري يوصي بالماموغرام كفحص مبكر للمرأة، فكيف أنه ينشر معلومة ممتاز ويفند ولا يفندها ويبقى على الاستمرار فيها. هاي المعلومة للأسف نشرت عن طريق أو عند على مجموعة بما 1000 مريض نتكلم عليهم اللي لما أجريت، فهم خذوا 1000 مريض مريضة أجرى عليها الفحص الماموغرام، وهي معلومة افتراضية، دراسة افتراضية ما لها من الحق أي شيء، من الحقيقة أي شيء، مجرد دراسة افتراضية. نعم. معلومات مغلوطة عن أن الفحص الماموغرام طيب وأدت إلى الانتشار الخاطئ، فالناس تتداولها بمعلومة مغلوطة. ممتاز. المعلومة خاطئة هي المعلومة الرئيسية اللي حابين نوصلها من وراء هذه المقابلة، وصلناها. خلينا نفوت بالتفاصيل. ما هو الماموغرام؟ التصوير الإشعاعي للثدي، ما هو وما له وما عليه؟ التصوير الماموغرام هو تصوير أشعة سينية، حال الإكس راي اللي احنا نسويها للأسنان، الإكس راي حق الصدر، هي أشعة سينية ليست إشعاعية. نعم. إنزين، هو جهاز مختص للفحص الثدي، يكون إن الفحص خاص للثدي، لأورام الثدي. الهدف منه أن الماموغرام استخدم كأداة، يعتبر الأداة الذهبية للتشخيص المبكر لأورام الثدي لدقته. فلذلك ان بعض الناس تستاء او بعض النساء يستاءون لان بسبب الضغط اللي يكون بجهاز الماموغرام، فهاي الضغط يساعد على ان احنا يبين الانسجه ويبين دقتها قبل ما ان توصل مرحله الورم، ان بحال المريضه تحسه او حتى الطبيب يحسه. نعم. فالماموغرام هي اجهزه سينيه نسبه الاشعه فيها اللي هي اشعه امنه ما فيها اي خطوره على المراه، وهو جهاز اصلا للفحص المبكر، والى الان يعتبر الاداه الذهبيه للتشخيص المبكر بالنسبه لاورام الثدي. طيب دكتور ارتفاع، هناك هذه الاشعه، ما بعرف اذا هي حقيقيه او صحيحه او لا، حضرتك اخبرينا، ان الماموغرام والبايوبسي او الماموغرام والخزعه قد يتسببان في انتشار السرطان في حال وجوده الى مساحات اكبر او سرعه انتشاره. هاي المعلومه يعني دائما مش بس المرضى، حتى لما يجونا العيادة أو إحنا دائما الشيء اللي تخوفون فيه، قبل كنا الناس تجينا كانت تقولك متخوفة من موضوع الخزعة، وإن الخزعة في حالة إن إحنا حقذينا العين ممكن إن هي تهيج المرض أو تنشر المرض، وهاي معلومة مغلوطة نهائيا، مستحيل ما فيها من الصحة شيء. بدون خزعة لا يتم تأكيد المرض نهائيا. الخزعة هي اللي بتساعدنا إن إحنا نعرف نوع الورم، الهرمونات المستقبلة الهرمونية، أي درجة من الورم، معلومات كاملة نعرفها على نوع الأورام، أو يمكن يكون حميد، مهم أن احنا نعرف ممكن يكون ورم حميد أو ورم خبيث عشان نقدر نفرق الشيء الوحيد. لأن البروتوكول العلاج يختلف تماماً بين الشيء الوحيد اللي خلينا نأكد أو نعرف شنو هو خزعة. هي الخزعة. بالنسبة للماموغرام، فأنا معلومة الماموغرام وهاي المعلومة اللي حالياً جديدة بس أثاروها من معلومات غير صحية، من مصادر غير طبية، ومجرد سوشيال ميديا والتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، هاي معلومة مغلوطة نهائيا. نعم. يعني ما في الماموغرام، ما في أي حالة على مدى التاريخ الطبي من بدأ الماموغرام من الثمانينات، بدينا استخدام الماموغرام إلى يومنا الحالي، اللي هو أثبت أنه هو نزل نسبة الوفيات من أورام السرطان الثدي بنسبة 40%. فإن مجرد من بدأ الماموغرام إلى الحين، إلى الآن ما في أي شيء يثبت أن الماموغرام، ولا حالة واحدة طلعت أن مثلا مصابة بأورام الثدي بسبب أنها أجرت الماموغرام. ممتاز. دكتور ارتفاع، في قطر البروتوكول المتبع والذي ينصح به أن تقوم السيدات فوق عمر أو سن 45 بإجراء فحص الماموغرام كل سنتين للتأكد وللقيام بفحص مبكر في حالة الإصابة. انتشار هذا النوع من الشائعات، ربما البعض ينشر بحسن نية ولكن دون التأكد من المصادر الطبية الصحيحة،
ما مدى الخطورة التي ممكن أن يسببها في المجتمع وكحالات هلع بين النساء أيضا؟ للأمانة سارة، هاي الموضوع الحين موضوع الماموغرام فعلا يرجعنا تقريبا تتكلمين على 50 سنة الوراء. يعني كل الجهود اللي احنا نبذلها هنا في دولة قطر أو حتى بالدول المجاورة لزيادة الوعي بالفحص المبكر، اوريدي المجموع النساء عندنا أو المجتمع عندنا متخوف من الفحص المبكر، يعني احنا بأقل بكثير من الدول الأوروبية كوعي إنه كاستقبال لفكرة الفحص المبكر. علشان أنت تقنعين مريضة أو شخص كبيرة بالعمر أو مرة من البيت اللي موجودة أنها تروح تسوي فحص مبكر، تقول لك لا أنا لا مو محتاجة أسوي فحص مبكر، ما فيني إلا العافية، هاي أول كلمة بتقولها لك. مجرد أن نقنعهم بهالفكرة هاي التيكس لونج، يعني خذ منا مجال طويل وجهود. فانتشار شائعات نفس هاي الشائعات ترجعنا كأنه إحنا ما سوينا ولا شيء، فعلا يعني تهدر كل الجهود اللي قاعدين نبذلها على أساس أن إحنا نزيد الوعي بالفحص المبكر وأهميته. الفحص المبكر أثبت زين على مدى السنين، وعلى هو الفحص الوحيد اللي أثبت جدارته وكفاءته لإنقاذ عدد الوفيات من أورام الثدي. طيب. فلا بد أن إحنا نبين أهميته، ولازم نتأكد يعني للأمانة أن إحنا من وين نأخذ مصادرنا الطبية. It's very important. وسائل يعني التواصل الاجتماعي بالضبط. ليست مصدر موثوق لتبادل أو لتداول المعلومات الطبية. في ناس مختصين. نعم. إحنا موجودين في جمعية قطرية للسرطان، في أي في في البنك، في جروبات حق السبورت، في بالمستشفيات الدكاترة بأي وقت. نعم. أنت تيجي تسأل الناس المختصة باللي تخصصها علشان هي تعطيك المعلومة الصحيحة. لكن وسائل التواصل الاجتماعي وأن إحنا نقعد نتداول وتطلع برودكاست صحيح. وطرش وتويتر وإنستغرام والسناب، كل وسائل اللي هي معلومات انت ما تعرف شنو صحتها ونتداولها وتاثر على صحتك او صحيح. على صحه مجتمع او على حملات قوميه تقوم بها دول. دكتور ارتفاع، حابه استفيد من وجودك معنا اليوم وتخبرينا عن العلاجات واحدثها. خلينا بدايه نتحدث عن الاستئصال، لانه الكلمه الاولى التي تتبادر الى ذهن جميع النساء اول ما يسمعوا عن سرطان الثدي، ما مدى صحه أنه هو أول إجراء يتبع؟ وأخبرينا أيضا بالمرة عن أحدث العلاجات والبروتوكولات المتبعة في علاج سرطان الثدي. بالنسبة للنفس ما قلت للاستئصال، تاريخ الجراحة الثدي كان مر على سنوات، أول ما بدأ كانوا يشيلون العضلة الأولى والعضلة الثانية، فكان ليل ما وصلنا لمرحلة هالحين أن إحنا نشيل داير ما يدور التلمبكتومي. قد ما نقدر نسبة الاستئصال عندنا ولت الأمان الحمد لله الحمد لله هني بقطر، يعني مقارنة بالمؤتمر اللي احنا سويناه لاست ديسمبر مع دول الخليج، يعني نسبة الاستئصال الثدي عندنا أقل نسبة بالنسبة مع دول الخليج والله الحمد، لأن احنا بالنسبة لنا كعلاجات متطورة أو كجراحة إن نلجأ للاستئصال أو في شيء اللي هو الجراحات الثدي التجميلية أو أورام الثدي الترميمية كمان. نعم. اللي هي الترميمية اللي إحنا قاعدين نريد عندنا، يعني كدولة إحنا أول دولة بالخليج اللي عندها هالتخصص واللي عندها حتى برنامج زمالة وتدريب فيها. فالهدف من الاستئصال مش أول خطوة، يعتمد على المريضة، على حجم الثدي، على نسبة انتشار الورم بالثدي. ففي عوامل جدا مؤثرة على القرار الجراحي. فهاي بالنسبة للجراحة، ففي عدة أنواع من الجراحات اللي إحنا قد ما نقدر نخلي إن حتى نفسية المريضة بعد العملية إذا هي مش حابة يكون عندها flat chest في a lot of options نعطيها. بالنسبة للتطور الجراحة بصورة عامة أورام الثدي، فإحنا عندنا تطور كبير، يعني قبل يعني عندنا سواء البروتوكول الكيموثيرابي العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاجات الأخرى، إحنا على مستوى عالمي نقابل الانترناشنال ليفل، وهاي بشهادة ناس وخبراء كانوا وصلوا عندنا وناس فيزيتوريا وعندنا كمستوى إن مستوى الطب عندنا والله الحمد نعالج من جميع الجنسيات. قاعدين يجونا عالم من برا على المستوى. فالتطور بعلاج الثدي بجراء أورام الثدي على طول جداً كبير بالأمان. وتعتبر دولة قطر كما تفضلتي دولة رائدة في هذا المجال، تستقبل يعني لا تقوم فقط بعلاج المتواجدين على أرضها، ولكن أيضاً تستقبل من يرغب في العلاج من الخارج، وبالتأكيد الخيارات موجودة، البعض البحث عنها. ولكن المعلومة المهمة اللي حابين نوصلها من مقابلتنا لليوم، الماموغرام غير خطر، الماموغرام هو أحد الوسائل النافعة جداً للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. الشائعات
لا مكان لها، ووسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدر طبي. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة ارتفاع الشمري، الاستشارية في جراحة الأورام والسفيرة الفخرية للجمعية القطرية للسرطان. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا، شرفت بك. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده الجزء الثاني من حلقتنا، ومتاحف مشارف في قلب الدوحة، سرد إرث قطر الحضاري. ابقوا معنا. من جديد صباح النور مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى حلقتنا وإلى أخبارنا لليوم. خبرنا الأول أنا بالنسبة لي جدا مهم لأنه يعنيني بمكان ما. صحيح مشاهدينا، أنا كنت من الناس اللي بيشربوا مشروبات الطاقة بكثافة يعني كبيرة جدا. أمين مبسوط وبيهز راسه. ما أنا نعم نعم، كنت من اللي بيتناولوها بصورة كبيرة جدا أثناء اليوم. وخبر اليوم هو يعني أنا الحمد لله موقفة من وقت طويل، ولكن خبر اليوم هو جرس إنذار للكثيرين الذين ما يزالوا يتناولونها. هذه المشروبات هي سامة، هل هي سموم أم لا؟ هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه الآن. فغالبا ما تكون مشروبات الطاقة هي الحل الأمثل للأشخاص الذين يريدون معالجة التعب، ومع ذلك تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذه المشروبات يمكن أن تكون مرتبطة بحالات خطيرة. تحتوي المشروبات غالبا على مستويات عالية من السكر والكافيين، ويحتوي الكثير منها أيضا على مكونات إضافية أخرى مثل النورين والجوارانا، والتي يعتقد أنها تغير معدل ضربات القلب وضغط الدم ووظائف القلب الأخرى. الأطباء حذروا الآن من أنها قد تؤدي إلى حالة تهدد الحياة وتتطلب علاجا طارئا. والباحثون في مايو كلينيك في الولايات المتحدة استنتجوا من خلال البيانات الطبية ل 144 مريضا نجوا من سكتة قلبية بعد العلاج الطارئ، ووجدت النتائج أن 7 منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما تناولوا مشروبات الطاقة في وقت ما قبل الحدث الذي هدد حياتهم، حيث احتاج 6 منهم إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، وواحد احتاج إلى إنعاش يدوي. موضوع جدا خطير وخطير جدا سارة. صحيح، وقت اللي نحكيه على مشروبات الطاقة الموضوع خطير، والموضوع يتطلب أنه الناس بالفعل ترجع وتراجع نفسها خاصة مع تناول هذه المشروبات. أبحاث كل مرة تثبت في كل مرة خطورة هذه المشروبات، مشروبات الطاقة، فلذلك انتبهوا لها أخوي على الأقل، أنه هنالك يمكن حلول أخرى يقولوها الأطباء والاختصاصيين. هكا حتى كي تقرأ بعض المقالات يقول لك تحط بعض الفواكه في الماء أصلا يعطيك طاقة وتكون صحية أكثر وأحسن معنا. صحيح. فهذا هو خبرنا الثاني مشاهدين اليوم. أعذروني على ضحكتي أو ابتسامتي لأنه الخبر مش سبب لنا جدل كبير. طبق هذايا اللي كلكم تعرفوه، تحبوه الملوخية، أشهر طبق في كل بلاد عربية، وكل بلاد وكيفاش يعملوه. أما السؤال اسألتوش شكون يملك الوصفة الصحيحة متاع الملوخية. نحن نعرفوا أن المصريين يفرموا أكل ورق الأخضر هذاك ويتقدم كما الشربة هكا ويسميوها شهقة الملوخية ذيك تعمل هكا ذيك. وبالنسبة للبنانيين غالبا يحافظوا على أوراقها وتتخلط مع الماء. في سوريا عادة ما تكون الأوراق ناشفة، في الأردن وفلسطين كيف بعض الأماكن في فلسطين تطبخ لساعات طويلة. في المغرب الملوخية هي البامية أو الجنوية عن نحن، ما عندش علاقة بالملوخية. والجزائر أيضا تقرب لتونس، ولكن في تونس تحديدا الطبق هذا يقعد 8 ساعات على النار ويكون شكله مختلف تماما، كأنه يحطونا صورة ولا يقولنا صورة، شكله مختلف تماما عن بقية الأطباق الأخرى العربية. وقت اللي حابين نبحثوا عن الأصل ونعرفوا شكون صاحب هالطبق هذا، شكون صاحب الوصفة الصحيحة. بطبيعة الحال إلى حد الآن في اليونسكو ما فهم حد شيء يدل على أنه من يملك الوصفة الصحيحة، ولكن يقول هكا بعض المؤرخين وأنه الوصفة الصحيحة قد تكون تونسية. علاش؟ لأنه الملوخية كانت تطبخ بطريقة طويلة جدا على النار، ولأنه ريحتها قوية وتتشم تقريبا من كل الأماكن، تغير نوعا ما طريقة طبخها، لذلك لكي لا تجلب العدو إلى بعض القرى والمدن. هذا مش يقوله المؤرخين، مش شانرة، أنا ما عنديش علاقة بالموضوع. لحظة أوجيك الموضوع. من شيرة أخرى بحسب دلالات تاريخية أخرى تشير إلى أنه بداية زراعة الملوخية كما نعرف الكل كانت في مصر، وتحديدا في منطقة الفيوم.
شكرا. والكلمة كانت تطلق عليها طعام الملوك، وأصل اسم التسمية ماهوش ملوخية، أصل اسم التسمية ملوكية منذ أيام الفراعنة. هذا البحث التاريخي لخ، وانتقلت بطبيعة الحال إلى عدة بلدان عربية عبر الفتوحات والرحلات والتجار، وبدأت كل دولة تعمل فيها بطريقتها. ولكن هذا لا يلغي أبداً احتماله أنه في المستقبل ربما تظهر أدلة تدل على أنه هنالك مناطق أخرى في العالم تستعملها، وقد يكون أصلها حتى مش عربي. علاش؟ لأنه هالنبتة هذه معروفة برشا في دول شرق آسيا، وما تستغربوش لهالخبر اللي باش نقول لكم عليه، لأنه مؤخراً شكون نسب الروح الملوخية؟ اليابان. مش هنا والله. اليابان قالت أنه ربما يكون متاعنا الملوخية، ولكن نعرفوا أنه أغلب التقارير لا أحد ينازع وأنه مصر هي كما نقولوا نحن هي اللي عندها القوة الكل في أنه تكون الملوخية تبعتها، ولكن الله أعلم. تنجم تطلع يابانية في الأخر ونطلع الكلنا مع الناس علاقة به. يعني بتضربوا بالداوي أمين. أنا سكتت كل الخبر تماما، تركتك تاخذ مجدك. ولكن ثاني أول شيء خلينا من اليابان. اليابان شكرا. شكرا كوكب اليابان. مشكورين، بس المشكل قديم شوي، خلونا نحله أول شيء. لا الملوخية بنعرف كلنا أنها مصرية، مع احترامي للإخوة المؤرخين اللي قالوا التوينسة. أنها أصلا الملوخية التونسية. أنت صدمتني الآن أنه الملوخية التونسية هي بامية. لا المغربية بامية. البامية أو اللي نحن نسميها في تونس القناوية، في المغرب يسميوها ملوخية، ما عندهاش علاقة بالملوخية الأساسية أبدا. في تونس الملوخية تطيب في الليل، ناكلوها في الغد، تقعد 8 سوية كمين على النار. أنا مش سؤالي صراحة من مخترع أو مكتشف أو مبتكر الملوخية، مش مشكلتي. أنا سؤالي هو ما هي أطيب وصفة ملوخية عربية؟ وهنا السؤال، خليكم انتم تجاوبوا، هل الملوخية بالطريقة اللبنانية مثل ما هي وراء، أو بالطريقة الفلسطينية السورية المجففة، الطريقة المصرية الطريقة المصرية 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 مشاهدة ثلاث مرات، تونسية تونسية تونسية، أو الطريقة التونسية اللي بتقعد في النار 8 ساعات. فإحنا حابين نعرف ما كمية اللي في إحنا مش سامعين اللي في الجاليري، ما عندنا صوت، الصوت راح. أنا نسمع في أذني لبنانية، ليه خليك أردنية فلسطينية، في مشكلة حصلت عندنا الحمد لله. أعذروني على المشكلة اللي طرحته اليوم، الله يسترني. ما ليش يسألوا فيا بالشارع؟ من أعلم بالأكل من الشيف؟ إحنا نسأل الشيف. نسألوا الشيف. ومين عندنا اليوم لمحاسن الصدف؟ شيف طارق. شيف طارق، يا شيف طارق. شيف طارق بشي يقول لك مصرية أكيد. أحلى ملوخية. خلصتوا خلاص في الملوخية؟ أيوة. أنا عايز بس أعرف قبل أي حاجة، عايز أعرف مين المحضر التقرير ده عشان أتصرف أنا معاه. أمين. يبقى حسابنا بعد الحلقة. أخوك أمين. الملوخية مصرية. أشكرك. أصلية وهتفضل هي التوب، مع احترامي يعني ما نشكوش في الأمور التاريخية. طيب مين الملوخية الأحلى بعد أصل الملوخية اللي ثبتناه؟ إيه هي أطيب وصفة ملوخية عربية بالنسبة لك طبعا؟ بالنسبة لي طبعا معروف الجواب، لأن إحنا دايما بنعتاد إن إحنا دايما أسبوعيا بنعمل ملوخية، وإحنا أصلا كان في الأرض في بيتنا بنزرع ملوخية. شايف بعد هالكلمة اليوم أنت رح تستلم المطبخ من هلأ لآخر الحلقة. معايا ساعة ونص. خلاص وقفنا. إليك. يلا. صباح النور مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من مطبخ صباح النور. النهارده بعيد بقى عن الملوخيه، هنتكلم عليها طبعا. الملوخيه دي بتمشي مع الجمبري لوحدها، مع الارانب، هي اكله كده روعه احنا بنحبها. طيب النهارده انا هعمل لكم ان شاء الله رز بالاناناس والجمبري متشوحين مع بعض كده بخضره على الطريقه الاسيويه، مع طبق سنامون هندخله في الفرن، نحط معاه شويه خضار وكريمه وشبت وتوم. طيب فنبدا دلوقتي باول وصفه. عندي هنا فحلة ننزل شوية من الزيت على طبعا سخن هنا نسخنها حلو جدا، ومعاها زبدة. طبعا الزبدة بناخد نص الكمية والنص التاني بنحطه في الآخر، نسيبها تسخن كده كويس. بعد كده نجيب الجمبري بتاعنا أو الروبيان. طبعا أخدت هنا جمبري مجمد، نظفته كويس ونشفته كويس من الميه، لان انا بحبه بفضله في الرز دايما يكون فيه كده ايه قرشه او عضه جميله جدا في الاكل، فانا جبته النهارده هنعمل بيه الرز. طيب عندي هنا ننزل الجمبري بتاعنا، هنسيب بس شويه عشان هوريكم هنعمل بيه ايه في الاكل. طيب
نديله تشويحة مع الزبدة والزيت وهو بيتشوح هنروح عاملين ايه بقى؟ عايزين طعم الاناناس اللي ينزل لنا السكر بتاعه وينزل اهو ده الاناناس قطعته فرغته من الاناناسيه ننزل بيه على الجمبري ننزل السكر والحلاوه بتاعته طيب سيبهم يتشوحوا مع بعض وينزلوا ميتهم براحته عندي هنا البهارات بسيطه ننزل معانا هنا ورق لورا او البهارات الصحيحه مع شويه ينسون وهيل وقرفه ننزل بيهم على الجمبري بعد كده عندي رشه ملح مقدار معلقه ونص صغيرين لكل نص كيلو رز مع رشه الكركم مع شويه من الكاري والله على حسب بقى ما تحبوا الكاري او بهارات السمك حطوها زي ما انتم تحبوا في ناس تحب الطعم عالي قوي في ناس تحبوا تحس بطعم الاكل طيب عندي هنا الفلفل وعندي بصل الابيض متقطع مكعبات اهو ندي بقى تقليبه حلوه لكل المكونات دي مع بعض وبعد كده نبدا نجهز طبق السلمون بتاعنا طبعا رز بالروبيان والاناناس اكله اسيويه مشهوره في تايلاند مشهوره في اغلب الدول الاسيويه طيب عندي هنا التوم زي ما هو سليم فلو ما حدش بيحبه نقدر نشيله من الرز زي ما اتفقنا عندنا هنا الرز البسمتي طبعا مغسول ومنضف بالميه كويس وايه ناشف زي ما انتم شايفين معانا هنا شوربه السمك اللي هي عباره عن ايه خدنا السلمون زي ما انتم شايفينه خليناه وشلنا الفليه طلعنا منه الراس والجزء بتاعه اللي هو الشوك والهيكل بتاع السمكه سلقناها مع شويه ميه شويه قشر ليمون عشان تطلع ريحه وتديها حلوه مع شويه من البهارات الصحيحه فدي كده مرقه السمك جاهزه عندنا. طيب عندي دلوقتي بقى تتبيله الايه؟ السلمون الجميله اللي جاهزه تخش معانا على الفرن. بهاراتها على قد ما هي بسيطه لازم يكون معانا حته سمكه حلوه زي السلمون كده اللي اصلا ما بيحتاجش بهارات كتير عشان كل النكهه في الدهن بتاعه. وبمناسبة المشروبات الغازية اللي بيتكلموا عليها من شوية أمين وسارة سيبوكم المشروبات الغازية فعلا والأكل البروتيني هو ده الأكل الصحي والأكل الجميل اللي فيه مصادر طبيعية وغنية بالبروتين. طيب عندي التتبيلة شوية من زيت الزيتون عليهم شوية من أويستر صوص أو صوص حار عندي هنا التوم متقشر متقطع شرائح رفيعة جدا بعد كده نحط فلفل ابيض رشه من ملح مع شويه بابريكا مدخنه تدينا نكهه حلوه مع السمك طبعا عندي هنا شويه كاري او بهارات سمك اللي تحبوا طيب هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض دي تتبيله السمك زي ما انتم شايفين سمك السلمون لونه خدوه بالشكل ده لما تلاقوه في السوق شايفين شكله عامل ازاي روعه طيب عندي هنا تتبيلة حط السلمون بتاعنا بالشكل ده طيب هنقلبهم كده كويس ادي الوصفة بتاعتنا شايفين في منتهى البساطة نجيب بس شوية من الفلفل الألوان مع شوية من الخضرة بتاعتنا سواء شبت أو شايفين شكلها عامل ازاي شبت أو بقدونس اللي تحبه نفرشها بقى كده تحت ونبدا نرص عليها سمك السلمون. هتقولوا لي دلوقتي الكريمه فين؟ بعد ما تستوي السلمون يستوي في الفرن هياخد معانا حوالي من 10 ل 15 دقيقه. اول ما الميه تنشف منه نروح رصين حاطين الكريمه ونسيبه ياخد 5 دقائق كده ايه وش حمر حلو. طيب رصيت السلمون بالشكل ده مع التوم والتتبيله بتاعته. طبعا اذا جو يناسب طلعت شوية على الفحم يطلع جميل طيب كده جاهز يخش معانا الفرن على حراره 220 نكون مشغلين الفرن قبلها ب 10 دقائق عشان يخش يتحمر شايفين شكله عامل ازاي؟ يلا نوديه على الفرن نسيبه من 10 ل 12 دقيقه واول ما الميه تنشف منه نضيف له الكريمه ونخليه يتحمر شويه طيب نيجي هنا عندي الجمبري بتاعنا
شايفين عندي الجمبري نزل في المايه بتاعته عادي، نخليه ينزل المايه مفيش مشكله. هنحط دلوقتي اصلا هنضيف له الشوربه بتاعتنا. جربوا الوصفه جميله وسهله تاخدش وقت. طيب يلا هنحط الشوربه دلوقتي هنا ونسيبها تغلي 20 دقيقه ونحط عليها الرز ونسيبهم يستووا على النار هاديه خالص ونروح دلوقتي لأكل. شكرا لك يا شيف. طبعا نحن بدينا حديثنا بدينا حديثنا مع ضيفنا، مع انه الشيف طبعا كمل فقره الاولى، تعال نرجع لهم بعد ان شاء الله في فقره اخرى. مشاهدينا حديثنا الان عن متاحف مشيرب واللي تستقطب اهتمام المواطنين والمقيمين والسياح الشغوفين باكتشاف ثقافه وتاريخ قطر، حيث تقع في مشروع مشيرب في قلب الدوحه وتقدم فرصه للزوار لاكتشاف عراقة الماضي وخاصة تطلعات الغد. إذن مشاهدينا للحديث عن متاحف مشارب الرؤية والتأسيس والبرامج ينضم إلينا الأستاذ عبد الله النعمة مدير عام متاحف مشارب. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور أستاذ عبد الله. يعني من بداية الحلقة اليوم تحدثنا أنه سنتعرف على المتاحف، متاحف مشارب تحديدا ومشارب أيضا كمشروع متكامل. خلينا نبدأ حديثنا عن المتاحف، أخبرنا عنها أكثر وعن الرؤية. طبعا متاحف مشيرب هي جزء من الحي التراثي في مشيرب قلب الدوحة. الحي التراثي يضم 4 بيوت تم ترميمها وتحويلها إلى متاحف. كل متحف يحكي جزء من تاريخ قطر والمنطقة وقصة مستقلة بذاتها. المتحف الأول هو بيت محمد بن جاسم. بيت محمد بن جاسم يروي تاريخ مشيرب كمنطقة بالإضافة إلى الأسس والمعايير اللي بنت عليها مشيرب كلغة معمارية جديدة. المتحف الثاني هو متحف بنت بن جلمود، وهو المتحف الأول من نوعه في العالم الذي يتكلم عن قصة الرق في المحيط الهندي. المتحف الثالث هو بيت الشركة. بيت الشركة يسلط الضوء على الرواد القطريين الذين عملوا في البترول في مرحلة الثلاثينات في الأربعينات في الخمسينات. والبيت الرابع هو بيت الرضواني، وهو متحف كبروتوتايب للبيت القطري القديم ما قبل النفط، بعد اكتشاف النفط ودخول الكهرباء والتغيرات الاجتماعية اللي حصلت على الأسرة القطرية على مدار التاريخ. طيب هنالك دور كبير تلعب المتاحف من ناحية طبعا إذا نحكيه ثقافية، من ناحية اجتماعية، من ناحية أيضا سياحية وهو الهدف الأبرز. الدور الكامل اللي تلعبه هذه المتاحف خاصة بوجودها في قلب الدوحة أو كما أنتم تسميوها مشير بقلب الدوحة. مشير بقلب الدوحة. طبعا ببتدي بآخر نقطة أنت ذكرتها، مشير بقلب الدوحة كمدينة متكاملة فيها مؤسسات الثقافية ومؤسسات الترفيهية وغيرها، منها متاحف مشيرب كمزار سياحي ومزار تعليمي أيضا مثل ما ذكرت بخصوص محمد بن جاسم. متحف محمد بن جاسم يعطي هالشق التعليمي للأجيال القادمة كيف انبنت مشيرب. مشيرب مش مجرد مباني مبنية بشكل عشوائي، هي مبنية على أسس، على لغة معمارية جديدة مستنبطة من المعمار القطري القديم. على سبيل المثال في 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 مشيرب جميع الشوارع مفتوحة جهة الشمال لأن الرياح تأتينا في قطر شمالية. نقطة أخرى على سبيل المثال المباني، تقارب المباني على أساس موضوع الشيد والظل في الممرات. تصميم المدينة اللي يساعد على نقولها بالإنجليزي الكوميونيتي فايب، تعطي الكوميونيتي فايب، هذه مثلا مذكورة في محمد بن جاسم وغيرها من المتاحف. ككل متحف يذكر جزئية من مهم جدا في التاريخ. بالنسبة للموضوع السياحي أيضا زائر مشيرب احنا نقولها تفول باكج، الأماكن الترفيهية، الأماكن التجارية، أيضا الأماكن الثقافية والتراثية. شفناها مثلا في كأس العالم
شفناها في المواسم السياحية. السنة الماضية هيئة السياحة كرمت مشيرب أو مشيرب الحي الثقافي في مشيرب ومتاحف مشيرب، فازت في أفضل هيرتج سايت في قطر. عندنا طبعا تعاون كبير مع هيئة السياحة موضوع الكروز لاينر والبواخر السياحية. السنة هذه أعتقد الرقم في قطر وصل إلى 370 ألف زائر، وهذا بس شق واحد اللي هو موضوع السياحي. أيضا كون متاحف مشيرب هي متاحف ناراتيف أو متاحف تفاعلية، أيضا في كثير من البرامج والفعاليات الأكاديمية اللي حابين أنه نركز عليه، مش الأكاديمية، الصيفية كمان صيفية. لأنه وعلى ذكر الإنجازات التي قدمتها مشارب اليوم الصبح، كنا نتحدث وفي حلقة قريبة أيضا تحدثنا عن إنجاز جديد يضاف لمشارب، نحب نهنيك عليه، وهو دخول مشارب قلب الدوحة إلى موسوعة جينيس من خلال تحقيقها أكبر موقف سيارات تحت الأرض بسعة 10,017 سيارة. صحيح. يعني مبروك هذا الإنجاز. الآن الأعين تتوجه نحو الصيف، نعلم أن التوجه الدولة كاملا هو إلى جذب السياحة، السياح الداخليين المتواجدين، السياحة في المنطقة والسياحة العالمية. وبالفعل الدوحة وقطر تحولت إلى وجهة من الوجهات السياحية الهامة جدا في يعني المنطقة خاصة. الآن مع بدايات فصل الصيف، ما هي الفعاليات والأنشطة المقامة والتي تقدمها متاحف مشارب؟ طبعا ابتداء من عيد الأضحى بإذن الله راح تكون هناك على مدار 3 شهور الصيف سلسلة من الفعاليات والورش المختلفة اللي تقدمها متاحف مشارب. طبعا الفعاليات التارجت اودينس تبعها مختلف، في جمهور المستهدف، في جمهور مستهدف، في فعاليات للاطفال، في فعاليات للاسره، بالاضافه الى في حتى فعاليات تاخذ شق اكاديمي. طبعا كون ايضا متاحف مشيرب جزء من مشيرب قلب الدوحه، مشيرب قلب الدوحه ايضا خلال اليومين الجايين راح تعلن ايضا عن سلسله من الفعاليات الصيفيه. راح تكون في الجاليريا مول عندنا في مشيرب، بالاضافه الى سكه الوادي وغيرها من الاماكن، وايضا هي فعاليات لجميع افراد الاسره سواء كان الجالسين في الصيف في قطر او حتى للسياح، خاصه ان مشيرب ايضا جزء منها 3 فنادق موجوده في مشيرب، فايضا لابد ان اللي بيسكن في مشيرب بنقولها there is something for everybody، يعني هناك شيء لكل شخص. انا وامين متواجدين في الدوحه طيله الصيفيه هذا العام، وبالتالي عرفنا واحد من الوجهات اللي حنروح نستكشفها. صحيح. ان شاء الله هذا هو هذا الهدف، ان شاء الله انه نكونوا موجودين. بالتوفيق لكم في كل ما تقومون به طبعا، ونحن نشكرك جدا الاستاذ عبد الله النعمه مدير عام متاحف مشيرب، شكرا على حضورك معنا، وان شاء الله دائما في لقاءات معنا في صباح. شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لك. مشاهدينا الى فاصل، بعد الفاصل موضوع ما يخصناش نحن الرجال، لانه يتحدث عن كيفيه اختيار المكياج المناسب لشكل العينين، موضوعكم بعد الفاصل. صباح النور من جديد، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا. كما ذكرنا قبل الفاصل فقرتنا عن المكياج وتحديدا تحديد شكل العين، وهو الخطوة الهامة في شكل المكياج المناسب لكل فتاة. فكيف نطبق مكياج العيون ونصائح لإتقانه تقدمها لنا خبيرة التجميل زينب كعين. صباح النور. صباح النور، يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بالموديل زينب. رح نحكي واحنا بنطبق، لانه دائما بنخاف انه الوقت ما يكفينا، تمام؟ فخلينا نبدا ونسال اختيار شكل الميك اب المناسب للعين. طبيعي يكون الميك اب بده يلبق لشكل العين، ولون الميك اب بده يلبق للون العين وللون درجه البشره. وللثياب اللي لابسينها كمان. هلا الميك اب اكسسوري لنا، منه اكسسوري للثياب.
سو ما كثير بهمني انه طلع التئب. اهم شيء وقت بدنا نعمل ميك اب نفكر بثلاث ميك اب العيون، نفكر بثلاث الوان، الميد تون والكونتور والهايلايت. اذا عندنا الاضاءه والدرجه المتوسطه ودرجه التحديد. صح. او بيختلفوا حسب درجه لون بشره السيده طبعا. طيب احنا اليوم بيقول اشكال العين مختلفه بالتاكيد. وشكل الجفن مختلف. في شكل عين هو المفضل او هو الاجمل او هو الاسهل في المكياج، تطبيق المكياج؟ لا، كل عين بنقدر نعمل لها انهانسمنت. الحلو يعني الحلو بكل سيده انها تكون هير اندفيدواليتي، ما بتشبه حدا، انها تكون متميزه، تكون تشبه حاله ومتميزه بشكلها، بشكلها وبجمالها الطبيعي. اليوم احنا ببدايه فصل الصيف، الوان فرحيه يمكن وحيويه وهيك، شو ابرز النصايح اللي بتعطيها واللي بتحبي كمان تتبعيها على زبوناتك بفصل الصيفيه؟ اوكي، بصير كثير حلو نتبع الموضه، بس الاحلى انه نعمل نختار الوان تلبق للون السكين تون واندر تون تبعنا، وموست اوف اس تان بالصيف. شو حلو البرونزر، وهلا درجه كثير الاي لاينر الملون. سو حتى يطلع دارك شيد رح تطلع الميد تون. عيون خلود شوي الجفن الثابت بارز، والجفن المتحرك شوي ما انا كثير مبين. سو بالميك اب اللي هي بتعرف بالعيون المبطنه صح؟ او الهودد اي شوي شوي مبطنه. تمام. سو انا عم حاول اخفي هيدا البارت شوي. حلو. عم بختار الوان تناسب هير نيوترال كول اندر تون. الالوان المحايده والبارده شوي. اللي هي بتناسب درجه بشرتها لخلود اكثر، صحيح؟ أيوة. طيب الكريم انا شفتك بلشتي بالقلم تحديد. أيوة. بالقلم، بعدين رجعتي بالباودر او بالبودر اكثر. للصيفيه بتعتمد هالتكنيك او ما خصه بالفصل؟ انا كان بدي اغمق شيد، يعني بدي اعمل الدارك تون بسرعه، فالقلم اسرع شيء بعلم يعني التلفيس ما بيروحوا بداين، بيعمل لي مثل بيز للاي شادو. ذكرت الاقلام الملونه. ايه شو ابرز الالوان؟ يعني رح نرجع بالالوان الجريئه اكثر ام هادية؟ البرايت البراقه بالصيف، البرايت كولرز يعني الازرق البرايت، البينك البرايت. كمان درج الازرق والبينك وكل شيء دوي دوي لوك، يعني باشا تكون جلوي وعم تلمع، تكون صح وكانها فيها اقل مكياج. السؤال الدائم واللي بنساله بكل صيفيه، اي لاينر او مش اي لاينر؟ حسب البريفرنس، يعني شو بتفضل السيده. هلا عم حط الهايلايت اللون الفاتح. حسب كل سيده شو بتحب، يعني الاي لاينر بيقدر يكون هير فيفورت. في ناس منه فكره حلوه انه نحط لهم اي لاينر، يعني اذا سبيشلي اذا شكلهم ما عندهم كثير مساحه على طرف العين، الجفن العالي شوي نازل. سو انا فاضل اعمل بلندنج لكل شيء. عم حط الشيد الفاتح شوي. اوكي فضل. كيف بتحب الرموش؟ لانه دائما هالسؤال العالم تساله. بنشوف الان صور فيها رموش اللي هي التركيب او المستعاره، بس بتكون كميتها جدا كثير. الرموش بحبها كثير طبيعيه، وبحب الباند تبع الرمش من مطرح ما ممسوك الشعرات يكون رفيع، ما يبين انه مركبين رموش، يعني يخاوي الشعره يبينه هيك بلندد مع الشعر الطبيعي للرموش. شو عم بعمل هلا الشيد فاتح؟ ايه فسري لنا يعني شو عم نعمل هلا. الجفن لنا منه كثير ظاهر، بس نحط عليه لون فاتح وفيه لمعه ببين اكثر، مثل ما بتعرفي انه اللون يلي فيه لمعه بيعكس الضوء. سو بتبين هيدي الاريا اوضح. حلو. وشو عن الفراش اللي عم تستعمليها؟ لانه كمان
كثير بنسال اللي ما عندهم فرش ومش خبراء تجميل وحابين اقل عدد من الفراشه، شو الاشياء الاساسيه اللي فيهم يبلشوا فيها؟ عن جد بنصح السيدات انه يشتروا يعني يستثمروا بالبراشز لانه كثير بتعمل فرق، خاصه براشز العيون البلاندنج والسمادجنج يلي بيموهوا الخطوط ويلي بيدمجوا الالوان مع بعض، يعني كثير مهم كل سيدة يكون عندها براشز كثير وتجرب كثير الوان لتشوف شو اكثر شيء بيلبق لها. حلو، يعني بفرش المكياج ما بنوفر، بنروح وبنختار شيء لانه وبعدين بيضاينوا يعني بيعيشوا لفتره طويله وبيضلوا خاصه اذا استعمالها لنفسها واذا بتهتم فيهم دائما صح. انا بتذكر قبل ما ادرس ميك اب كنت كنت حس انه لشو بدي اشتري؟ انه احسن انه اشتري برودكت صح في البدايات الواحد بحسها ما كثير مهمه، ما كنت اعرف اهميه البراش، انه اقول انه عندي تو براشز انه انف، لا بس يكون عندك كثير براشز يعني بتاثر على النتيجه بالبلندنج وبكل شيء. طيب ماذا عن الـ 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 البشره الاكبر عمرا شوي؟ نعرف ايه طبعا الماتشور سكين اعطينا ما بنكثر برودكتس. لا هلا بنشوف للاسف انه سيدات عمرهم تقريبا يعني كبار شوي بالعمر وعندهم ماتشور سكين وبعدهم عم بحطوا نفس الميك اب اللي كانوا يحطوه وقتها كان عمرهم 20 سنه وهيدا مش مقبول لانه ات ويل ايج هير يعني بيبين بعمر اكبر ورح يبين الخطوط، سو كثير حلو انه نبين يونغ هيك ونخلي جمالنا طبيعي حلو. ونخلي الميك اب يبين طالع من الوجه. لعنا بعد دقيقتين تقريبا زينب. الخطوط اللي تحت العين. يعني الخطوط اللي تحت العين هي اكثر بالتاكيد بتزيد مع العمر، بس بنشوف صبايا صغار بيكون عندهم وبتشوه كثير من شكل الميك اب. في عندك نصائح الخبيره لانه ما يبينوا معنا كثير خاصه مع البودر وتطبيقه وهيك؟ يعني لازم نحط موشرايزر مرطب تحت المرتب. العين. حتى ما يبينوا زياده، هلا ما في شيء بيخفيهم توتالي، بس نحن شغلتنا انه نستعمل كميه قليله من البرودكت، بعدين نعمل بلندنج، بعدين كميه قليله بلندنج قد ما بدنا، بس ما بنزيد كثير برودكت وبنثبت كل شيء بلوز باودر، واهم شيء قبل نكون مرطبين مستعملين موشرايزر تحت العين كثير، يعني نتاكد انه الاريا كثير يعني منا ناشفه. حلو. الماسكارا ضد المي او الماسكارا العاديه شو بتفضلي بالصيفيه؟ الماسكارا بالصيفيه ايه ووتر بروف تكون احسن، ممكن بتكون يا لا ووتر بروف، بس انه هلا الماسكارا شو عملت؟ هلا لفوق ماسكارا علمت شوي حلو. قد ايه معنا وقت؟ معنا دقيقة تقريبا. ايه اللاش كيرلر هو طول كثير مهم. كسارة الرموش بيقولوا عليها، ومش كسارة عاقفة الرموش. ايوه كثير مهمة هيدي ال بتستعمليها بعد الماسكرا في عالم فيكي قبل او بعد، أو بعد الماسكرا عادي. والماسكرا بنعمل شيء اسمه لايرنج تكنيك، يعني بنحط طبقه ثانيه خفيفه بعدين بننطرها لتنشف بعدين بنحط طبقه خفيفه ثانيه وهكذا اوكي. سو مثل ما شفتي طلع لتحت غمقنا شوي عملنا 3 دي دايمنشن، يعني عملنا غامق متون وفاتح اوكي. زينب كعين خبيرة التجميل بدي أتشكرك وبدي أتشكر خلود كمان موديل معنا اليوم وعلى هاللوك جدا جميل وما أخذ وقت أبدا يعني ورائع ومناسب لفصل الصيف، هي بعض التقنيات حلو أنه نتعلمها، ونصيحتك لليوم كانت استثمروا في الفرش لأنها مهمة. شكرا جزيلا لك يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا سنذهب إلى كندا وتحديدا مدينة تورنتو مع حفل حب وقصيدة والذي بث الحياة في الشعر العربي العمودي وجعل جماله والإحساس بكلماته أقرب إلى الناس من خلال الموسيقى. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. طبعا قدمت الى كندا من بريطانيا لتقديم حفل حب وقصيده، طبعا هذا الحفل هو جزء من
من مشروع كبير يهدف إلى إنعاش الذاكرة العربية وغير العربية لما يخص الشعر العربي الفصيح. من مشروع حب وقصيدة اللي هو عبارة عن ألبومين، ألبوم لقابل بطرس اسمه أنكلت أو خلخال، وألبوم إلي اللي هو بريد أو ضفيرة. يعتادني طربي. من خلال طبعا هاي المشاريع كلياتها نحن عم نحاول نقدم موسيقى عربية كلاسيكية، ونحاول كمان نوثق مجموعة من القصائد الشعرية، ونسلط الضوء على بعض من شعراء العرب ونحتفي فيهم. لما رأيت الورد في خديك، أول ما بلشنا هاي المشاريع كنا كتير مترددين، وكنا عم نتساءل انه هل هي رح تلاقي صدى عند الجمهور، او هل الجمهور رح يكون عنده اقبال عليها. ولكن خاصه ببلد مثل كندا عدد الجاليه العربيه فيه قليل، ونحن عم نقدم يعني شعر عربي، ولكن بفاجئك الجمهور بكندا دائما، لانه هن مش بس بيكون عندهم اقبال على هاي الحفلات او على هاي المشاريع الثقافيه، ولكن هن بيكونوا كثير منتبهين لتفاصيل صغيره بخبرونا اياها بعد الحفله، يمكن لانه هن متعطشين لهذا النوع من الفن اللي هو خلينا نقول نادر ما عم يتقدم بكندا. تصوري ماذا يكون العمر لولا ان توجد، تصوري ماذا يكون العمر لولا ان توجد. إلى موضوعنا الآخر لليوم، والموضوع اللي كنا طرحنا عليه سؤال واللي في انتظار تفاعلكم معنا، حاولوا بشكل كبير، الندم، الشعور العميق بالسلبية اللي يمنع الفرد من الإقدام على تحقيق أي نجاح في الحاضر ولا في المستقبل، وعليش أو لماذا يعيش البعض في الماضي، وما هي ربما النصائح اللي تساعد على التخلص من مشاعر الندم. هذه أسئلة باش نسألوها ويجيبنا عليها دكتور فيصل الطهاري الاختصاصي في علم النفس العيادي، واللي ينضم لنا مباشرة من الرباط. دكتور صباح الخير. صباح الخير وصباح النور، مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور فيصل. اليوم نحكيه على الشعور بالندم، شعور ينتاب عدد كبير من الأشخاص ربما حتى في حاجات بسيطة أحيانا، وصعيب جدا أن الإنسان يتجاوز هالشعور هذايا. بداية قبل ما ندخلوا في يمكن كيفية تجاوزه أو تخطيه، لماذا يمكن يشعر هنالك شعور بالندم، ومتى يتخطى الحد الطبيعي ويأثر على الإنسان، يعني خليه في مكانه غير قادم على التقدم أو نسيان هذا الموقف اللي حصل له أو الشيء اللي ندم عليه؟ نعم صحيح، هو الشعور بالذنب أو الشعور بالندم هو سيف ذو حدين، بقدر ما يمكن أن يكون إيجابيا في الحياة من أجل أن هي بالفعل الشعور بالندم يعطينا يعني فرصة لأن نراجع ذواتنا وأن نحاول ما أمكن أن نفهم المسببات والأسباب التي جعلتني ربما أختار اختيار معين وأشعر بعد ذلك بالندم عليه، أو أخذ قرار معين وأشعر بالندم عليه. لكن كما قلت هو سيف ذو حدين، ولكن هناك أيضا جانب سلبي سيء جدا، هو عندما نصل إلى مرحلة جلد الذات ولا نظل فقط في الشعور بالذنب أو الندم كإحساس عادي، وإنما نصل إلى جلد ذواتنا وإلى تحميل أنفسنا أكثر مما يمكن أن تتحمل بسبب قرارات معينة أو أخطاء أو اختيارات معينة في الحياة. وهنا يمكن أن نقول بأنه الشعور بالندم هو إحساس يعتبر في كثير من الدراسات بأنه الإحساس الثاني الذي يمكن أن يشعر به الإنسان بعد شعور الحب، فبالتالي هو شعور دائم موجود معنا
معنا يحاول ما أمكن أن يصحح مساراتنا في الحياة وأن يجعل لنا طرق وسبل معينة نحاول ما أمكن تقييمها من أجل تقويمها ومن أجل إصلاحها للمضي قدما. لكن كما قلت يمكن أن يصير في لحظة من اللحظات بأشكال سلبية يعني حادة جدا كما أشرت في مقدمتك، يمكن أن يجعلنا نغوص في الماضي ونظل واقفين في الماضي بدل أن نسعى إلى التركيز على حاضرنا وإلى التخطيط لمستقبلنا من أجل تجاوز كل تلك المسببات أو الأسباب أو الأخطاء التي جعلتنا بالفعل نصل في هذه المرحلة إلى الشعور بالندم من أجل التغيير الإيجابي ودافعية للأمام من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه بدل أن نظل واقفين في مكاننا ونشعر ونعاتب أنفسنا ونشعر بالندم الشديد الذي يمكن أن ينقص من تقديرنا لذواتنا ومن ثقتنا في نفسنا بأن نتحمل مسؤولية كل ذلك الاختيارات، مع العلم أنه جل اختياراتنا ويعني ما نتخذه من قرارات في الحياة ليس بالضرورة يمكن أن نفسره فقط ب يعني بتحمل مسؤوليتنا نحن، بل هناك ظروف كانت محيطة بهذا القرار وبهذا الاختيار. نقطة مهمة جدا دكتور فيصل، وقت اللي نتحدث على توقف عجلة الزمن وأنه الإنسان يبقى مكانه ويبقى يشعر بهذا الندم وصعب جدا تجاوزه ويغوص في هالمشاعر هذه دون معرفة كيفية الخروج منها، هذا أكيد أنه عنده أضرار، ذكرت بعض معني حضرتك البعض منها، ولكن هالأضرار هذه وقتش يمكن أو إلى أي حد يمكن أن تصل إلى أضرار قد تؤثر بشكل سلبي جدا على الإنسان وقد تدخله في مراحل نفسية صعيبة وصعيبة جدا كالاكتئاب مثلا؟ نعم صحيح، هو أننا نلاحظ في كثير من الأحيان أن الأمر تعدى مرحلة الشعور بالندم أو إلى مرحلة كما قلت جلد الذات، وهي مرحلة فيها الكثير من الإحباط وفيها الكثير من التراجع والتوقف النهائي. هنا قد نلاحظ بداية بمجموعة من السلوكات التي يمكن أن تتغير، هو أننا نرى بأن أمامنا إنسان بعيد كل البعد عن التفاؤل، يصبح بالفعل إنسان متشائم جدا، يصبح إنسان لا يقدر ذاته، لأن الشعور بالندم والمبالغة فيه عندما يصل إلى جلد الذات يصبح الإنسان يتهم نفسه ويجلد نفسه بنوع من القسوة الشديدة تجعله بالفعل يعاني من اضطرابات في النوم، اضطرابات في التغذية أيضا، وفقدان شهية الأكل، الانعزال والانطواء، جل حديثه يكون الندم الشديد على ما اقترفه وما اتخذه من قرار، لا يصبح بالفعل مقبل على الحياة. هناك حتى أن أعراض جسدية أو نفسية جسدية يمكن أن يشعر بها هذا الإنسان من خفقان يعني في ضربات القلب، من مشاكل في الأمعاء والمعدة، من آلام شديدة في الرأس والألم النصفي للرأس. كل هذه الأعراض يمكن أن تأتينا بالمبالغة في الشعور بهذا الإحساس والخروج من دائرة الإيجابية للشعور بالندم إلى الوصول إلى مرحلة سلبية، وبالتالي هنا نكون بالفعل وصلنا إلى أعراض اضطراب القلق العام، ويمكن في لحظة من اللحظات أن يصل هذا الإنسان إلى مرحلة وأعراض الاكتئاب الشديد الحاد الذي يعني يضغط عليه بشكل كبير جدا، ويرى بأنه ليس فقط هو نادم على اختيار أو قرار معين بقدر ما توقفت الحياة عند هذا الخطأ أو هذه الزلة أو هذا الاختيار الغير الناجح أو هذا الفشل، لأن في كثير من الأحيان الدافع الأساسي للشعور بالندم والذنب هو الإحساس بالفشل لاختيار معين أو لقرار معين، وبالتالي هنا نكون بالفعل
أمام شخص لا بد من التدخل السريع للطبيب النفسي أو المعالج النفسي، لا بد من الاستشارة، لأن لا نكون نتكلم عن إحساس عادي للشعور بالندم والذنب، بل جلد الذات المفرط المؤدي إلى القلق والاكتئاب. طيب دكتور، وقتش يمكن أن يكون الشعور بالندم إيجابي؟ يعني عندما يصبح الشعور بالندم إيجابي أو محفز ربما للإنسان على مراجعة بعض الأخطاء ومراجعة نفسه ربما وتصليحها، وبالعكس قد يكون أحيانا إيجابي لبعض الأشخاص. أكيد، كما قلت في المقدمة، فهذا الجانب الإيجابي منه هو مراجعة يعني الأسباب التي أدت، وبالفعل هنا في الحقيقة يكون إيجابيا بشكل دقيق عندما يتم تحليله بشكل عملي وبشكل دقيق جدا، بحيث أنه ما يمكن أن أندم عليه، أحاول ما أمكن. وهنا الكثير من علماء علم النفس ومن الباحثين يوصون مثلا بالكتابة وبالتدوين وبوضع خطة مفادها الانطلاق من نقطة اختيار القرار أو الاختيار الذي أنت اليوم تشعر بالندم عليه، وتتبع ذاك المسار بشكل دقيق جدا من أجل الاستفادة من الدروس ومن أجل محاولة فهم ما أدى بنا إلى الوصول إلى ما نحن عليه اليوم من شعور بالندم. هو ليس ذاك الشعور المار العادي الذي يمكن أن يمر هكذا دون استخلاص الدروس والعبر، هو يمكن أن يكون أكثر إيجابية عندما يصبح بالفعل دافعية إلى تغيير المستقبل، دافعية قوية من أجل إعادة يعني تصحيح الأخطاء وإعادة فهم الأخطاء واستنباط الدروس والعبر من أجل تجاوزها مستقبلا، ومن أجل أن نشعر بالفعل أن هذا الشعور بالندم أدى بنا في نهاية المطاف إلى تغيير مسار الحياة من الحسن إلى الأحسن. الشعور مثلا بالذنب أو بالندم عند من ضيع فرص كثيرة في الحياة وهو مدمن على المخدرات يكون مثلا حافز قوي جدا لتجاوز وللإقلاع النهائي عن المخدرات، يكون حافز قوي جدا من أجل إعادة رؤية الحياة بشكل مختلف جدا باتباع نمط صحي في الحياة بعيد عن المخدرات بعيد عن الإدمان. كمثال على ذلك الأخطاء والاختيارات التي يمكن أن تكون مخطئة في الحياة ويمكن أن نتعرض لها يعني جميعا، هذا أمر عادي في الحياة، لكن تجاوز هذه الأخطاء بالشعور بالندم وإعادة كما قلت يعني تقييم هذه الأخطاء وهذه القرارات من أجل تقويمها وتقويم الإعوجاج فيها من أجل انطلاقة قوية، هنا نكون بالفعل نتكلم عن شعور بالندم إيجابي يسعى بالفعل من خلاله الإنسان إلى الاستفادة من أجل تغيير مسارات حياته واتخاذ قرارات ربما مهمة وإيجابية أكثر في الحياة. دكتور فيصل، نحن طرحنا سؤال على مشاهدينا كان موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد من الأشخاص علقوا بشكل كبير هذا السؤال: لو بإمكانكم العودة بالزمن، ما هو الشيء الذي تغيرونه في حياتكم؟ بعلاقة طبعا بموضوع الندم اللي نحن نتحدث فيه والناس اللي تبقى بالماضي. باش نقرأ معاك بعض التعليقات دكتور ونعلقوا عليها ربما وناخذها كمثال لنتابع بعض التعليقات اللي كانت تقريبا أغلبها الناس تحدثت فيه، إن كان على المشاكل تحدثوا فيه على أنه ربما كيفاش أنه يحاول يشوف. مثلا هون يوسام يقول: كنت قضيت وقت أكثر مع ناس هما توا بعاد مني ومع الأسف توفيوا ربي يرحمهم. ستتعلم يقول قول كلمة لي، وأيضا قصي يقول: مهما عطل الوراء ومهما غيرت النتيجة فستكون كما هي الآن. نرجس تقول: كل شيء. مديحة تقول: معظم مجريات أحداث حياتي فهمي للحياة والبشر كان خاطئ وفيه كثير من التسامح وهضم الحقوق. يعني مثلا هذه كأنه فيها نوع من الندم عن أنه ربما سامحت برشا أو عملت حاجات. طبعا الناس عندهم هالعلاقة، حتى كي لاحظناهم احنا في التعليقات دكتور فيصل، الناس عندهم علاقة كبيرة بالبقاء في الخلف.
هوني ايضا كنت قلت لامي الله يرحمها ما بدي اجي للدنيا لا تحملي فيني. هوني كنت توظفت من 20 سنة ولما اجتني الفرصة لحالها وبكل بساطة سأمنع لحظة ولادتي ثم أتلاشى من الوجود. هذا خطير جدا التعليق، ولا شيء الحمد لله على نعمة التي تعد ولا تحصى. المهم أنه الناس عندها هالموضوع هذا، أعتقد كل فينا كي تسأل سؤال لو يرجع بيك الزمن لوراء مباشرة نفكروا في عدد من الأشياء التي يجب تغييرها أو ربما عدم القيام بها. معني ما رأيك في هالفكرة باختصار دكتور؟ صحيح، هو أغلب الناس عندما يشعرون بالندم هنا الارتباط القوي بالماضي، لأن الندم هو في الحاضر لقرارات أو اختيارات أخذناها في الماضي. لكن من المخطئ جدا وربما هذا الشائع جدا وسط الناس ويظهر من خلال التعليقات أنه كثير من الأحيان يكون الندم على علاقات معينة أو على أمور يمكن أن تتغير في توجهات أناس آخرين. هنا لا يمكن أن أشعر بالندم، وهذا من أكثر الأخطاء الشائعة خاصة سواء في العلاقات العاطفية أو العلاقات الزوجية. بداية اختيار شريك الحياة أو بداية الدخول في علاقة حتى في الصداقة تكون في إطارها الإيجابي وتكون يعني مرتبطة بالمحددات والخصائص التي يمكن أن أراها اليوم أنا في الشخص، لكن لا ذنب لي إن نعم هذا دكتور. الشخص تغير في المستقبل أو الظروف تغيرت في المستقبل. الشعور بالندم يكون ربما إيجابي أكثر عندما يتعلق بقراراتنا نحن الخاصة واختياراتنا نحن، لا يمكن أن نربطها بالآخر. فعندما يتعلق الأمر بالآخر هنا يجب أن نعي بأن الظروف تغيرت والوقت تغير وعوامل كثيرة تدخلت من أجل الوصول دكتور. إلى المرحلة الحالية. شكرا لك على إجابتك واعذرني لمقاطعتك لأنه انتهى الوقت والوقت حاصرنا بشكل كبير. شكرا لك الدكتور فيصل الطاهر الاختصاصي في علم النفس العيادي، كنت معنا مباشرة من الرباط. شكرا مرة أخرى لك دكتور. مرحبا بارك الله. شكرا لك يا سيدي. إن شاء الله ما نندم على حد شيء في حياتنا وهذا الأهم. فاصل أخير مشاهدينا بعده مطبخ صباح نور وختام حلقة اليوم. صباح النور من جديد وأهلا بكم مشاهدين القسم الأخير من صباح النور لليوم، وسنبدأ مع رحلة مدهشة من الأمل والتحدي حيث تقدم The Miracle Project قصة ملهمة عن إيلين هول. إيلين هول مدربة التمثيل في هوليود واللي أسست هذا المشروع لابنها المصاب باضطراب التوحد والذي يجمع بين الفن والتوحد. The Miracle Project في هذا التقرير. لأجل ولدها المصاب بالتوحد أسست مدربة التمثيل للتلفزيون والسينما إيلين هول مشروعها The Miracle Project الذي يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير مهارات الحياة والتواصل من خلال المسرح والسينما والفنون التعبيرية ليدخل بهم عالم الاحتراف في أي مجال بما في ذلك عالم هوليوود. I worked with some of the biggest and brightest stars in Hollywood. But what I wanted was a child of my own, and I wasn't able to give birth biologically, so I sought to adopt a child from Russia. And when I brought him to the United States, he spun around in circles, he stared at his hand for hours at a time, he banged his head, he opened and closed cabinets. And I didn't know anything at the time about autism. All I knew was that he was my son, and I wanted to connect with him. So when he would spin around the room, I'd hold hands with him, we'd make it ring around the rosies. And if he would flap, I'd flap with him, we'd be birds, and we'd fly around together. And I started researching and learning everything I could about autism. And I found a doctor in Maryland, Dr. Stanley Greenspan, who was clinically
joining a child's world and following their lead, what I was doing intuitively. I started training all of my actor friends and singers and musicians and lighting designers, really creative people, all that I was learning about autism. And I synthesized it into a method called the 7 Keys to Unlock Autism. I joined my son's world first and created that bond so that he would then choose to come into my world. When people saw what I was doing with my son, they asked me to do it with other kids. And from my background, all I know is theater. I know the arts, and I know how the arts build community. So that's when I started the Miracle Project. بعيداً عن الوسائل التقليدية، استطاع الفن في هذا المشروع أن يخرج حرفيين شاركوا في أعمال هوليوودية كالجزء الثاني من مسلسل Atypical As We See It و Love on the Spectrum وفيلم Please Stand By. When I'm in the Miracle Project, I feel happy and proud. I thought I'd never get to be in the play. We're close to playing on a show, and we have so much power within us. I guess before I joined the Miracle Project, like, my path of life, of my future, was really unclear and cloudy. But when I joined the Miracle Project, with honing my skills and guidance from Elaine, that path became extremely clear. Having a variety of tools, a variety of means to express oneself is so important, especially for those who are non-traditional communicators as they are. So by being able to integrate movement and theater and acting and voice, it allows people to reach into different parts of themselves that might not be expressed in the typical way of a conversation that we're trained to have in everyday life. ليس المشروع فقط عن تأهيل الفنانين، بل حول تطوير الثقة بالنفس وتحقيق السعادة للمشاركين وتعزيز تقبل المجتمع لهم، فلا مكان للإعاقة حين يحصل الجميع على منصة ويلمع الجوهر من داخلهم. مبادرة رائعة، مبادرة ممتازة، بس احنا من الماجيك الميريكال بروجكت للميريكال كيتشن رايحين. هذا يمتع الاناناس والروز تروبيكال اليوم، تحسها اكله نتاع واحنا قاعدين في تايلاند. شوفوا هو مجهز المنظر. اي جاهزة. تفضل سيدي. شوية ونكونوا عندك شيف. يلا منتظرينكم ان شاء الله. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم في الفقرة الثانية. بصوا طاجن، انا بس اخش على طول كده على الطبق سلمون بالكريمه. بعد ما السلمون مستوى والميه نشفت منه، حطيت عليه شويه كريمه وسبته يتحمر بالشكل ده. طبعا ننقصه رشه ايه، بودره كده حلوه كده، يكون جهز معانا السلمون. وعندي الرز استوى، هنصبه مع بعض ونغرف بطريقه حلوه. بس عندي هنا طبق سريع كده ما بياخدش حاجه، هو كاليماري او حبار. طيب في طاسة من غير وصفة عشان على طول سريع سريع، عندي هنا شايفين خدته قطعته شرايح، حطيته شوية على البخار عشان يطرى، وده الشكل بتاعه. شوية الجمبري اللي قلت لكم نخليهم في الآخر عشان التزيين، مش هنزين بيهم، هنستخدمهم في الطبق بتاعنا. فشوية زيت زيتون، بعد كده ننزل بيهم على الطاسة بتاعتنا، اديهم تشويحة حلوة. وهما بيتشوحوا كده ننزل عليهم معانا هنا ثوم قطعته شرايح، يعني نص كيلو كاليماري تقريبا، ياخدوا فصين ثوم مع نص معلقه، احفظوا الوصفه، مع نص معلقه بابريكا مدخنه مع شويه فلفل مجروش او الشطه، تقريبا ربع معلقه برضو، رشه ملح، رشه فلفل ابيض. بنقلب المكونات دي كلها مع بعض اهو، ونسيبهم ياخدوا تشويحه ويستووا لغايه ما نسوي لغايه ما نحط معانا الرز بتاعنا. طيب حط بقى الرز بتاعنا الحلو، استوي ومفلفل،
وجاهز. الاناناس بيدي طعم سكر في الرز اهو كده يكون جاهز معانا. عندي بس اخر حاجه الكاجو اهو مع البقدونس، ادي كده شكل وتاكل في نفس الوقت اهو. وكده جاهز معانا الطبق الثاني، سهل بياخد شويه. طيب نحطه هنا، نودي بس الطاجن ده هناك ونرجع نشوف الكاليماري بتاعنا. طيب قلبتهم كلهم مع بعض، نيجي هنا عندي حته زبده صغيره صغيره خالص اهي، مقدار نص معلقه كبيره اهو، نشوحهم مع بعض وبكده تكون وصفات النهارده جاهزه. طبعا معانا في الفرن الطاجن بتاعته عشان اعمل لكم حركه شو كده حلوه اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه بس الكاليماري يكون متنضف حلو، والحبر بتاعه بيكون لازم يتشال منه ويتغسل، لان الحبر دوت لو نزل هيسود الاكل ويدينا طعم وحش في الاكل. طبعا مجهز معاه صوص كده هنا بالكريمه والثوم وشويه بهارات، برضو تقدروا تعملوه في البيت معاه. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب الصينيه اللي انا حطيناها في الفرن. اهلا وسهلا. ايه السي فود؟ خد لك بقى الحته اللي جايه دي. في حته جايه؟ يظبط كفايه شيخ بتاع سي فود، ريتها. تعالى 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 صبها هنا. يا خش صب. انا خايفه من هالشيء. صب على طول وخليك باين. اهم يا سيدي. عرفتك الياك. خفيفه. خفيفه. خفيفه ما تخافوش ما تخافوش. سلامتك سلامتك سلامة. خلاص خلاص اهو مطرت عليها. سلامتك يا سارة. لاباس لاباس ان شاء الله خير ان شاء الله خير. يا يا ان شاء الله ان شاء الله تكون بخير. بسيطة بسيطة ان شاء الله. اصابة طفيفة الحمد لله. بلاش نجرب الحاجات دي. نحن كل يوم معنا اصابات في المطبخ ما فهمت. ايه رايك نبطل؟ بالي نبطل صح؟ بالي لازم نبطل. نقدمها بطريقة عادية خالص؟ اكاو ما عادش تعملها ان شاء الله خير على كل. يلا زميلة سارة ان شاء الله قفلناها خلاص خير. طيب ها هاي رجعت هاي رجعت. سلام سلام ان شاء الله بعد الحلقة. مش عارف شنو نقول والله لاني عارف شنو نقول. نحن عليه عنا كل يوم حاجه في المطبخ عليه. كل يوم في حاجه. شو قلنا باول الحلقه اليوم؟ شو قلنا اليوم باول الحلقه؟ يلا حوادث وبلاش بسيطه ان شاء الله. هيدا موصينك يعني يعطيك الف عافيه ميرسي على السمك الطائر. ان شاء الله خير وكاو. طيب شيخ خير خير. انا ناس فيه الروز مع الرز والروبيان والسلمون بالكريمه وهذا الصومون كريم وهذا والكاليماري. لا خلاص 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 ما عادش يعمل لنا مشاكل. والكاليماري بس طائر. هذا شنيه عصير شنيه انا ناس انا ناس بعد المره حاضر عصير انا ناس برد شويه وارتاح ان شاء الله خير اختي ساره بقدره ربي لاباس. شكرا مشاهدينا. شكرا شيخ يعطيك صحه على هالحلقة. وهيك بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا المليئة بالأحداث لليوم. فماذا في حلقة صباح النور للغد الثلاثاء 11 من يونيو؟ حنكون معكم أيضا أنا وأمين. لدينا صحيح. غدا النشرة الصحية الأسبوعية وأبرز الدراسات الطبية إن شاء الله. هذا بشيكون مع دانيا. غدا أيضا عنا النفاذ الرقمي، محتوى وبرمجيات خاصة بالمكفوفين وذوي الإعاقة الحركية. القهوة بين الفوائد والأضرار ستكون أيضا معنا غدا، وإن شاء الله ما يكونش فما أضرار في حلقة الغد. مشاهدينا غدوة استنونا في حلقة جديدة ودمتم بخير. شكرا لكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.